السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلنا معكم أيها الإخوة الكرام والأخوات إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً، وإن قال بغيره فعليه منه. وتقدم الكلام على هذا الحديث، وذكرنا أيضاً قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الأخرى لما ذكر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ونحوه، وأن الإنسان ينبغي إذا ولي إمامة، سواء كانت إمامة كبرى أو إمامة صغرى، ينبغي عليه أن يتقي الله تعالى في من تحته وأن يعدل فيهم. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث الذي وقفنا عليه، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض، أو أتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي سوارين من ذهب فكبرا علي وأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. هذا الحديث فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيا رآها، ورؤيا الأنبياء حق، فإن الوحي كما تقدم في حديث سابق الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنواع الوحي، فذكر عليه الصلاة والسلام مثلا من أنواع الوحي: شيء يأتي كسلسلة الجرس، يعني كإناء من حديد، وأخذت سلسلة من حديد وألقيتها فيه فتسمع لها صوتا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يجد أحيانا من أنواع الوحي ما يشابه هذا. ومن أنواع الوحي أن يتمثل جبريل في صورة رجل ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث المشهور حديث عمر لما قال: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل إلينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، الحديث المشهور لما قال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة. ثم لما خرج قال النبي عليه الصلاة والسلام: ردوا الرجل، فذهبوا يلتمسونه فلم يجدوه، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فهذا أيضا نوع من أنواع الوحي، أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث معه. وكما جاء جبريل أيضا بعد نهاية معركة الأحزاب، بعدما أرسل الله تعالى على الأحزاب ريحا وجنودا لم تروها، ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى بيته، فلما جلس في بيته قليلا أقبل إليه جبريل وقد عصب رأسه بعصابة وهو على فرس، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أو قد وضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها، إني ماض إلى القوم فمشرد بهم، إلى آخر الحديث. فهذا أيضا من إتيانه عليه الصلاة والسلام بالوحي. هناك نوع من أنواع الوحي هي الرؤيا، هي الرؤيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها الرجل المؤمن أو ترى له. وفي الحديث الآخر ذكر عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة. طيب لماذا ما قال 47 مثلا أو 70؟ يعني عادة رقم السبعة مقصود في الشريعة، يعني السماوات سبع، الأرضون سبع، الطواف على الكعبة السبع، السعي بين الصفا والمروة السبع، من تصبح سبع تمرات عجوة، من قال سبع مرات إذا أصبح حسبي الله الذي لا إله إلا هو، إلى آخره. الرقية سبع، ليش ما قال عليه الصلاة والسلام مثلا الرؤية الصالحة جزء من سبعة أجزاء من النبوة، أو من 47 يعني أدخل السبعة، أو مثلا من 70؟ لماذا قال من 46 ورقم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره عادة؟ ذكر الشراح
قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالوحي كان يرى صلى الله عليه وسلم رؤى، يرى رؤى وهي نوع من الوحي، فلبثت هذه الرؤى 6 أشهر، ثم بعد ذلك نزل جبريل عليه. فإذا قست 6 أشهر إلى فترة النبوة 23 سنة، صارت 6 أشهر هي جزء من 46 جزءا. يعني إذا قسمت الأشهر، إذا قسمت الأشهر، لو جمعت الأشهر ل23 سنة ثم قسمتها على 6، لو ظهر عندك رقم 46. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، ولذلك أنها 6 أشهر من 23 سنة. ولو كانت استمرت، لو كانت استمرت الرؤى معه عليه الصلاة والسلام 1 سنة كاملة لكان الحديث مثلا هي جزء من 23 جزءا من النبوة، لأنها 23 سنة. فالمقصود أن رؤى الأنبياء حق، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى 10 رؤى فكان يحدث بها أصحابه. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في البخاري حديث سمرة بن جندب لما قال صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة، وذكر عليه الصلاة والسلام حديثا طويلا وذكر فيه أنواعا من العذاب الذي يقع على أصحاب المعاصي أو كذا في فترة البرزخ ما بين موتهم إلى قيام الساعة، وأحاديث أخرى فيها رؤى للنبي عليه الصلاة والسلام. رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما إيش ما ترى ولا إيش ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالح من الصابرين. وذلك أنه اعتبر إسماعيل يعلم أن رؤيا أبيه، أن رؤيا أبيه، لأن الأب كان نبياً عليه الصلاة والسلام، إبراهيم يعلم أن هذا وحي وأنه نوع من أمر الله تعالى له، ولذلك قال افعل ما تؤمر، ما قال افعل ما رأيت في المنام ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لما يحدث بالرؤيا يدل على أنها ليست أكاذيب وأضغاث أحلام، لا، الشيطان لا يقرب الأنبياء في مثل هذه الرؤى. الرؤيا التي يراها الناس العاديون يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، أنت بمقدار صدقك في الحديث مع الناس وتحريك الابتعاد عن الكذب تكون رؤاك صادقة، تكون رؤاك صادقة. ولذلك ترى مثلا في الرؤيا أن فلانا جاء من السفر فتصبح فيقولون لك سبحان الله تصدق فلان سافر أمس وكان سيجلس أسبوعا كاملا لكن صار عنده ظرف ورجع اليوم الصباح، تقول سبحان الله والله أنا رأيت رؤيا أمس أنه جاء. وذلك أن إذا كنت صادقا في حديثك دائما لا تكذب تكون رؤاك صادقة، لكنها لا تعتبر وحيا، لا تعتبر وحيا. يعني الإنسان مثلا لو رأى فرضا أنه يذبح ولده، رأى مثل رؤيا إبراهيم مثلا، يعني لا يجوز أن يبدأ أن يأتي وينفذ هذا ويقول والله اقتداء بإبراهيم. نقول أنت لست نبيا، إبراهيم عليه السلام يأتيه وحي والرؤيا بالنسبة إليه هي نوع من الوحي، أنت لست نبيا وما شابه ذلك. فلا ينبغي الإنسان أن يتخذ قرارات بناء على هذه الرؤى. الشيطان أحيانا يدخل عليك في المنام مثلا ليحدث مشكلة بينك وبين زوجتك فيريك في زوجتك أحلاما أنها تقع مثلا في نوع من الفاحشة أو أنها تقيم علاقة محرمة أو لأجل أن يفسد ما بينك وبينها. لا يجوز أبدا أن تعتمد على هذه الرؤى في اتخاذ قرار، وإنما إذا رأى ما يكره فليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى، ولا يحدث بها أحدا. ما تقول لزوجتك أنا رأيت أنك تفعلين كذا، أو تقول لابنك أو تقول لكذا، لا، بل حتى الرؤى اللي فيها تلاعب الشيطان. في البخاري أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني رأيت أن رأسي مقطوع وأني أحمله في يدي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. يعني
الملابسات واللخبطات والخرابيط التي تأتيك في المنام لا تبدأ تعتبرها رؤى حقيقية وتحدث الناس بها، لا، وإنما الرؤى إذا كانت يعني تشعر بأن فيها رسالة معينة إليك وما شابه ذلك، فهذه هي الرؤى التي يعني يمكن أن تعبر وأن يؤخذ بها، يعني أو أن يستأنس بها إن صح التعبير، أن يستأنس بها. ومن اللطائف يعني ما يمنع أن أذكر لكم شيئا من الأمثلة، رأيت مرة رؤيا في أني في مكتبتي وأقبل وزغ كبير إلي، فالتقطت كتابا ما كان بجانب شيء أضربه، فالتقطت كتابا وضربته به يعني إلى آخر رؤيا، فاتصلت على أحد المعبرين فقال لي عندك في مكتبتك كتاب إحياء علوم الدين؟ قلت نعم، أنا في مرحلة الدكتوراه اشتريت كل كتب الغزالي رحمه الله ومن ضمنها كتاب إحياء علوم الدين. طبعا الكتاب لا يخلو من أمور فيها مخالفات، لكن مثلي باحث وكذا لابد يكون عندك هذه الكتب. قلت نعم موجود في مكتبتي. قال اذهب للجزء الرابع وحركه ستجد وراءه شيئا أنت خبأته ونسيته. ورحت قلت طيب، قال يلا سكر وأخبرني. أقفلت السماعة وذهبت وسحبت إحياء علوم الدين 5 أجزاء طبعا اللي عندي، سحبتها كلها فوجدت وراءه ظرفا، وفتحت الظرف ووجدت فيه فلوس. فسابقا كان من عادتي إذا سافرت يعني خطة على العيال أعطيهم مصروفا محدودا وأخبئ مالا في مكان معين حتى لو اتصلوا وقالوا الفلوس خلصت وكذا يعني ولا أستطيع أحول لهم، أقول خلاص روحوا الكتاب الفلاني حركوه ستجدون ظرف فيه فلوس خذوها صرفوها. فأنا يبدو أني في إحدى السفرات وضعت هذا المال ورجعته ونسيته، يعني يمكن صار لسنتين 3 أو تزيد. فاتصلت به قلت والله وجدت وراءه ظرف وهذا الظرف فيه فلوس، وأنا من عادتي أني أفعل كذا وكذا لكن يعني من زمان ما فعلت ذلك، يعني خلاص يعني صار في وسيلة أخرى لإيصال المال إليه. لكن كيف عرفت هذا التعبير؟ حقيقة ما شرح لي، قال شوف يا أخي التعبير أحيانا شيء يقذف في القلب، وأحيانا عندنا علامات معينة نعبر على أساسها إلى آخر ما يقع. المعبرون عموما لهم يعني لهم أعاجيب فيما يتعلق بتعبيرهم ونحو ذلك، لكن المقصود أن الإنسان لا بأس أن يطلب تعبير رؤياه، وأنه قد يستفيد أحيانا من تعبير هذه الرؤيا إذا يعني وقعت له، ولكن لا ينبغي أن يعتمد عليها اعتمادا تاما. في ناس تقاطعوا بناء على رؤى، ناس حدث بينهم مشاكل، ناس اتخذوا قرارات تتعلق بزواج أو طلاق أو فراق أو ما شابه ذلك بناء على رؤى، وهذا الذي يعبر هو لا يأتيه الوحي حتى يعبر. ولذلك لما دخل بعض السلف عالم دخل على أحد الخلفاء فوجد هذا الخليفة معرضا عنه، فقال ما بالك يا أمير المؤمنين، ليش يعني زعلان اليوم معرض عني؟ قال رأيتك في المنام أنك تطأ على بساطي فسألت معبرا فذكر أنك تحمل في قلبك الحقد والحسد علي. فقال يا أمير المؤمنين والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم ولا معبرك يوسف عليه السلام، يعني لا رؤياك رؤيا إبراهيم فنقول وحي خذ بها واتبع، ولا معبرك أيضا هو يوسف الذي قال الله تعالى عنه ويعلمهم تأويل الأحاديث فهو علم لدني من الله تعالى. فأنكر عليه قال تتخذ قرارات وتقاطعني وتعرض عني بناء على رؤيا عبرت لك. فأيضا الإنسان ينبغي أن يتعامل مع الرؤى التعامل الشرعي، يعني ليس الإعراض التام ولا الإقبال التام لكن يستأنس بها. ولذلك الشراح اللي تكلموا عن علامات الساعة وذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، فقالوا إن الله تعالى في آخر الزمان إذا كثرت الفتن، بارك الله فيك، إذا كثرت الفتن وعلى المؤمنين وصاروا غرباء في آخر الزمان وصار المؤمن لا يكاد يجد من يعني يسليه في غربته ويعينه على دينه،
فتكثر الرؤى للمؤمنين لتسليتهم، يعني يرى مثلا أنه يصلي في الحرام، يرى أنه دخل الجنة، يرى تبدأ رؤيا المؤمنين تكثر الرؤى الصالحة تسلية وتثبيتا له في آخر الزمان، فهي أيضا لها نوع من النفع والصبر. ربما مثلا إنسان يموت ولده فيحزن حزنا شديدا ثم يرى في المنام أن ولده مثلا يصبره أو يقبله أو يأخذ بيده إلى أرض حسنة ما شابه ذلك. فالرؤى أيضا لها تفصيل طويل، لكن هذه إشارة صغيرة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض. خزائن الأرض التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هنا قيل هي الأموال عموما، سواء كانت فوق الأرض أو تحت الأرض. والمال يقسمه أهل العلم إلى قسمين كما ذكر ذلك ابن حجر، قال: مال صامت ومال ناطق. المال الناطق هو الذي يراه الناس ويعرفون أنك تاجر، يعني مثلا أنت ربما تركب سيارة مثلا تسوالها مثلا مبلغا كبيرا، وتسكن في بيت يسواله مبلغا كبيرا، وعندك مزرعة أيضا بمبلغ كبير، هذا مال ناطق. ليش؟ لأنه يتكلم يقول: يا جماعة أنا موجود عند فلان، أنا تاجر، ترى فلان تاجر، انظروا إلى بيته، انظروا إلى سيارته، انظروا إلى لبسه، انظروا إلى هذا مال ناطق. يقولون: وهناك مال صامت، وهو المال الذي لا يراه الناس. أحياناً قد ترى الإنسان في هيئته وسيارته وبيته ما شابه ذلك فتظن أنه فقير، ثم يتبين لك ربما أنه يملك مئات الآلاف أو ربما الملايين، وتقول: والله ما كنا ندري. نقول: هذا مال صامت. ولذلك ابن حجر لما تكلم فتح الباري على هذا قال: المال الناطق هي الإبل والغنم والبقر والزرع وكذا، والمال الصامت هو الذهب والفضة، لأنه لا يظهر للناس إلا إذا أنت أظهرته، جئت واشتريت به وإلى آخر. فهنا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بخزائن الأرض، وفي هذا بشارة على اتساع ملك أمته عليه الصلاة والسلام، وأن ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما كان محصورا في المدينة وكانوا في فقر وفي حاجة، حتى إن علي رضي الله تعالى عنه جاع يوما هو وزوجته فاطمة، وهو رضي الله تعالى عنه يعني من العشر المبشرين بالجنة ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزوجة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها فاطمة، ومع ذلك ما وجدوا طعاما من شدة كان كل الناس في حاجة وفقر. فخرج وأجر نفسه يعمل في مزرعة يهودي يستخرج له الماء من البئر، وكل دلو بتمرة، فاستخرج له عشرة دلاء بعشر تمرات، وأخذ العشر تمرات إلى زوجته يأكلونها، وهذا من شدة حاجتهم. فهذه كأنها بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام بأن ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ ما في الشام من خيرات ومن زرع ومن كذا وأنهار، وما في اليمن وما في مصر وما في العراق وفي غيرها، وأنه سيتوسع حتى كما قال عليه الصلاة والسلام: يخرج الرجل بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها. فهذه فيها نوع بشارة له وتسلية، أنك إن رأيت قومك وأمتك في فقر وحاجة أبد سيأتيهم يوم تكون خزائن الأرض عنده، وهذا واقع من فضل الله اليوم، يعني وبلدان المسلمين اليوم بدأ بعدما كانت أراضٍ قاحلة ولا يلتفت إليها أحد ظهرت فيها الخيرات والبركات ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فوضع في يدي أو في يدي سوارين من ذهب فكبر علي شأنهما. ذكر الشراح قالوا: اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهما، يعني أشغله لبس الحلي في منامه، لأن الحلي ليس من لبس الرجال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو في المنام كره أن يلبس الحلي وهي ليست من لبس الرجال، يعني مثلا لو لبس عمامة حسنة أو لبس رداء حسن كان أحب إليه من أن يلبس حليا، ولذلك وهو في المنام كبر عليه شأنهما. والمؤمن سبحان الله تجد مشاعره في اليقظة وفي المنام سواء، يعني تجد الواحد إذا جاءك مثلا وأخبرك برؤية وهو إنسان تقي يقول لك مثلا: يا أخي سبحان الله رأيت كأني في السوق فرأيت امرأة متبرجة
فأعرضت عنها فلحقتني حتى دخلت بيتا وأغلقت على نفسي. عبر لهذه الرؤيا. أنت لا تعجب من هذه الرؤيا لأن مشاعره في اليقظة وإيمانه تلحقه أيضا في المنام. حتى قال ابن سيرين يقول: ما غشيت امرأة في يقظة ولا في منام غير أم عبد الله، يعني زوجته، قال: ووالله إني لأرى الرؤيا، لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأعرض عنها. وهذا أمر واقع مصدق. ولذلك تجد مثلا رؤى أهل الخير يقول لك: والله يا أخي ما أدري، لكن رأيت كأني ذهبت المكتبة أشتري كتاب، يتكلم عن حياته. لن يقول لك في الغالب: إني رأيت إني ألعب كرة في الملعب وفعلت كذا وكذا، لأن هذه ليست حياته. وفي الغالب أن ما يضرب من أمثال في المنام يكون مشابها لواقعه في حياته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما اعتاد في يقظته أن يلبس الحلي، أما كسرى وهرقل وغيرهم فكانوا يلبسون الحلي، يلبسون التيجان المرصعة بالذهب والألماس والفضة، ويلبسون الأردية التي هي مزينة بنقوش الذهب، أما هو عليه الصلاة والسلام ما كان يلبسه. ولذلك في المنام أهمه عليه الصلاة والسلام شأنهما، ولأن لبس الأساور من ذهب كان من شأن ملوك الكفار كسرى وقيصر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تضايق. يقول: فأوحى الله إلي في المنام أن انفخهما. انفخهما يعني جرت العادة أن فك الأساور الذهب يحتاج جهدا، يعني حتى لو كان فيها مثلا قفل في الأخير يحتاج قفل أنك تشتغل بيدك شوي حتى تفكه، أو إذا كانت أسوارة مغلقة مبهمة أدخلت يدك فيها احتجت أنك تخرجها بجهد. أما أن ينفخ وتطير فهذا غريب، لكن في المنام ليس غريبا. وقد ذكر الشراح قالوا: إنه لم يوحى إليه انزعهما ولا اكسرهما، وإنما بالنفخ طار، قالوا لحقارة شأنهما وضعف تأثيرهما، ما لها تأثير ولا بالنفخ يطير مباشرة. قال: فنفختهما فطارا فأولتهما. رؤى النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، بعضها رؤى صريحة واضحة، مثل لما قال للصحابة مثلا: إنه أتاني آتيان الليلة فابتعثاني فانطلقت معهما فآتينا على رجل مضطجع، ثم قال: وأتينا على مثل التنور، وإذا أعلاه ضيق وأسفله واسع، مثل التنور اللي يصنع فيه خبز التميس اليوم وما شابه ذلك، لكنه يعني أكبر، وإذا فيه رجال ونساء عراة ويأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا أي صاحوا، ثم يريدون أن يخرجوا ثم يعودون. هذه الرؤية صريحة، يعني ما يحتاج يقول عليه الصلاة والسلام أولتها كذا، واضح يعني بحالهم وشكلهم. ثم قيل له عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الزناة والزواني عافى الله وإياكم. لكن هنا الرؤية هذه غير واضحة، فاحتاج صلى الله عليه وسلم يشرحها لأصحابه. قال: فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. أما صاحب صنعاء فهو الأسود العنسي، وقد خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة ممن ادعوا النبوة، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظهر في الناس أنه نبي فصدقه الناس واتبعوه وأحبوه، وصار له عليه الصلاة والسلام انتصار على أعدائه، وصار له ملك، فقالوا: والله نحن نريد ملكا مثل هذا الملك، طيب ماذا نفعل؟ نقول: نحن أنبياء مثلك. ثم بدأوا يدعون النبوة ليصبح لهم ما مثل عليه الصلاة والسلام من الملك. وكان أكثرهم يستعمل الجن وأنواع من السحر حتى يصدقه الناس، وهذا يعني تكرر حتى بعدهم، يعني مثلا مختار بن عبيد الثقفي هذا ادعى في البداية، هذا طبعا ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من بعده ادعى في البداية أنه ولي من أولياء الله، ثم ادعى أنه نبي، ثم ادعى أنه إله، وكان يستعمل أنواع من الحيل،
بعضهم يستعمل سحرا وجنا وبعضهم يستعمل حيلا. يعني مثلا من حيله كان إذا أراد أن يدعو بعض الناس للإيمان به أنه إله مثلا، يتفق مع مجموعة من الناس ويأمرهم أن يذهبوا إلى المقابر 4-5 مثلا، وأن يحفروا لأنفسهم قبورا، ليس قبرا على عمق مثلا متر ونصف مترين، لا، شيئا يسيرا بس يغطي نفسه بالتراب بطريقة معينة، ثم يمر بهؤلاء اللي يريد أن يقنعهم أنه رب، فيمر بهم على المقابر فيقول: أما آمنتم أني ربكم؟ فيسكتون، فيقول: أرأيتم إن أحييت لكم الموتى؟ فيستغربون: كيف تحيي الموتى؟ كيف؟ فيقول: قوموا من قبوركم، ويقوم 4-5 كذا من قبورهم، فيقول: كفى كفى، لا يقوم الباقي يعني، كفى. ثم يتبعونه، يتبعه هؤلاء، فيفتن الناس اللي معه، وهو في الحقيقة حيلة. يقول: وكان إذا خرج يأمر من يسبقه فيخبئ في بعض المواقع أطعمة، حلوى، طعاما كذا أو كذا، يخبئها في، يعني يدفنها بطريقة معينة. ثم إذا صاروا في الصحراء قال لهم: ألا تشتهون حلوى؟ فيقولون: بلى، لكن نحن بيننا وبين البلد كذا وكذا، وهذا يحتاج إلى شغل ويحتاج إلى عمل فيقول: لا لا، أنا أدعو الله فيعطيني إياه. هذا لما كان يدعي إنه نبي ما بعد ترقى. فيقولون: طيب افعل. فيدعو ثم يقول: إنه أوحي إلي أن أحفر هنا. فيحفرون ويطلعون الحلوى، ثم يمشي فيقول: أنا تشتهون تمرا مثلا؟ فيقولون: بلى. فيدعو ثم احفروا هنا. وهذه كلها حيل من عنده. وكذلك من حيله أنه خرج مرة يقاتل بعض مكذبيه، وأعطى بعض أصحابه يعني حماما بيض، وقال لهم: إذا رأيتم الغلبة علينا فأطلقوها. فلما بدأت الغلبة وقال لأصحابه قبل، قال للجيش: ترى شوفوا، يعني نحن إذا إن انتصرنا فالحمد لله، إذا ما انتصرنا فإن الله سيؤيدنا بملائكة، والملائكة ستأتي على شكل طيور بيض هكذا. فلما كادت الغلبة أن تكون عليهم أطلقوا الحمام الذي معهم، فصدق الناس أنها ملائكة، وزاد عندهم الإصرار على النصر وانتصروا، قاتلوا أكثر. فهذا نوع من الذين يدعون النبوة، عندهم نوع من، ما عند السحر لكن عنده حيل يحتال على الناس. والعجيب أن الناس يصدقونهم بشكل مهول. أنا قرأت عن رجل اسمه ابن تومرت، كان أيضا يدعي النبوة ويدعي الولاية في البداية بعدين النبوة، وأرسل وبدأ يجمع الجيوش لقتال خليفة المسلمين، فأرسل إليه خليفة المسلمين رجلا من علمائهم يحاوره ويقول: يعني كف عنا، وإلا يعني أقبلنا عليك وغزونا بلدك وقاتلناك. فلما أقبل العالم ودخل على ابن تومرت، كان ابن تومرت عنده الحاشية والجنود، فقال له هذا العالم: كف عما تفعل ابن تومرت. في البداية قال له العالم: أخرج من عندك، أنا عندي رسالة خاصة لك، لأنه أراد ينصحه نصيحة، فما أراد ينصحه أمام أصحابه حتى ما تأخذ العزة بالإثم. فقال له: بل قل لي ما عندك. قال له: أخرجهم. فأخرجهم وأبقى رجلين عند رأسه، فقال: أخرج هذين. قال: أما هذان فلا يخرجان، هؤلاء أخرج أنا ولا يخرجان. قال: أخرجهم أتحدث معك. قال: لا يخرجان، عندك شيء تقوله قله وهم موجودين، ولا أطلع. فتكلم، قال: إن الخليفة يقول لك كذا وكذا، وإن يعني سنجمع جيشا وسنفعل، فأقصر عن الشر واترك عنك ما تفعل وعن تجيش الجيوش. يقول: فضحك والتفت إلى الأول وقال، وكانوا في برج عالي، يعني في طابق يعني مرتفع، فالتفت إلى الأول وقال: اقذف نفسك من النافذة. فانطلق يجري وقذف نفسه من النافذة، ثم قال للثاني: اطعن نفسك بالسيف. فطعن الثاني نفسه بالسيف ووقع ميتا. ثم التفت ابن تومرت إلى هذا العالم وقال: قل لصاحبك أني أقاتله بقوم أمثال هؤلاء. هل هو استعمل معهم سحر؟
أو أنه مع كثرة المخاريق التي يظهرها لهم والأعاجيب يعني ملك قلوبهم إلى درجة أنهم اعتقدوا أنه رب أو أنه إله أو نحوه، فهذا شيء مما كانوا يفعلونه في السابق. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عدد من الذين ادعوا النبوة، منهم طريحة الأسدي، ومنهم سجاح، ومنهم صاحب صنعاء الأسود العنسي، ومنهم مسيلم الكذاب، وهؤلاء الأربعة هم أشهرهم. وأشهر الجميع مسيلم الكذاب، هو أشهر الجميع. الأسود العنسي خرج في اليمن وأراد أن يكون له ملك ويطيعه الناس، فقال أنا نبي، وبدأ يعمل للناس يعني بعض الأنواع من السحر، يخبرهم ببعض المغيبات في بيوتهم بناء على أن الجنة تخبره، والناس يجرون في كلامه ويصدقون أنه إله، أنه نبي، وأنه يوحى إليه. وأكثر هؤلاء بالمناسبة ما كانوا يكذبون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون هو نبي، لكن نحن أنبياء أيضا، هو نبي على الحجاز ونحن أنا نبي على اليمن، ويقول مسيلمة هو نبي على الحجاز وأنا نبي على اليمامة، يعني على نجد وما حولها. فما كانوا يبدأون بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته. ولذلك يا إخواني اليوم البهائية والقاديانية يؤمنون أن محمد غلام قادياني، محمد ميرزا غلام الذي من قاديان، قاديان هي بلدة في باكستان، يؤمنون أنه نبي، وعندهم قنوات فضائية بلغات ويسمون أحيانا الأحمدية، أحمد غلام القادي، أحمد غلام ميرزا. والعجيب أنه لما تكلم الدنماركيون على النبي صلى الله عليه وسلم ورسموه رسومات يعني سيئة وكذا قبل سنوات، بدأوا في قناتهم الفضائية يدافعون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويردون على الدنماركيين ويتكلمون بسيرته، وهم ملتحون، ويعني ومن رأى شكلهم اغتر بهم، وهم يعتقدون أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي قد خلت من قبله الرسل، يعني قد أرسل قبله عيسى وأرسل قبله موسى عليهم السلام، وأن أحمد غلام قادياني أرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كما أننا لا نرضى أن يسب أحد أو يتنقص نبي الله عيسى عليه السلام مع محبتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك هم لا يرضون أن يتنقص أحد محمدا صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم أن أحمد القادياني هذا هو نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك كفر أن يعتقد أحد، يعني ولذلك الله تعالى قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، وقال عليه الصلاة والسلام بعدي دجالون ثلاثون كلهم كذاب، كلهم يدعي أنه نبي، يدعون أنهم أنبياء، ذكر ثلاثين اللي هو أشهرهم، وإلا في ناس غير مشهورين ممن ادعوا النبوة يعني، لكن أشهرهم هؤلاء الثلاثون. فالمقصود من هذا أن هؤلاء يدعون دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بهذا الرجل اللي هو أحمد غلام قادياني، وهم على ضلالة، عندهم كتاب مقدس غير القرآن، عندهم كعبة في قاديان في باكستان إلى غير ذلك. الأسود العنسي هذا خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام. ولماذا لم يظهروا في البداية؟ في بداية نبوة عليه الصلاة والسلام ما كانت النبوة فيها إغراء دنيوي حتى يدعوها، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يا ساحر يا كذاب يا كاهن يسجد عند الكعبة يؤذونه، يهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام يحاربونه، يعني وضعه الاجتماعي ووضعه السياسي لا يغري أصحاب الدنيا أن يتشبهوا به في النبوة، لأنهم يقولون إن قلنا أننا أنبياء سيصيبنا ما يصيبه من أذى. لكن لما ظهر عليه الصلاة والسلام وصار له شأن واتبعته الناس وأدانت له القبائل وفتح مكة والمدينة وخيبر وبدأت الفتوحات تتوسع، ولاحظ هؤلاء والله النبوة لما قال إني نبي صار له ملك على قومه، إذن النبوة شيء يعني مغري
عندها بدأوا يدعون أنهم أنبياء، ولذلك كل الذين ادعوا أنهم أنبياء ما ادعوها في أوائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لبث 13 سنة في مكة ما في ولا واحد قال أنا نبي إلا هو عليه الصلاة والسلام. هاجر إلى المدينة، مكث 5 سنوات الأولى، 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، ما في ولا واحد قال أنا نبي. لكن لما تمكن له الأمر والشأن وصار عليه الصلاة والسلام يحكم والناس يتبعونه ويطيعونه ويحبونه وينتصر في القتال وانتصر في الطائف وفي مكة وفي خيبر وصار له شأن، عندها صارت النبوة بالنسبة إلى هؤلاء شيئا مغريا، بدأوا يقولون احنا ترى احنا أنبياء أيضا، يلا اجعلونا ملوكا واجعلونا قادة، نحن أيضا أنبياء. منهم الأسود العنسي، وهذا قد قتله المسلمون في عملوا له خطة وقتلوه في اليمن، وكانت زوجته مسلمة يعني تزوجها رغما عنها، ف يعني رتبت مع ابن عمها ودخل في ظلمة الليل وقتله. ومسيلمة الكذاب وهو أشهر من الأسود العنسي، وهو الذي صار له أتباع، لأن الأسود العنسي له أتباع لكن ليسوا كثر، لكن مسيلمة الكذاب صار له أتباع. وأول شأن مسيلمة، أول شأنه، وطبعا بالمناسبة ترى ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، أقبل هو وقومه من قبل اليمامة لما بدأ الإسلام ينتشر وصارت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل في الإسلام أو تعمل هدنة أو كذا، أقبل هو وقومه من اليمامة، فمن اليمامة يعني من قبل نجد، من يعني منطقة الرياض أو ما بين الرياض والخرج أو نحو ذلك. فلما وصلوا إلى المدينة كان عددهم كبيرا، فأرادوا من واحد منهم أن يبقى يحفظ الإبل، يرعى الإبل ويسقيها وكذا، وهم يذهبون لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال مسيلمة أنا أبقى أحفظ إبلكم، ولم يكن عنده رغبة داخلية برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقابلته، دليل أنه منذ خروجه والنفس أصلاً والنية باطلة، وإلا كيف لو أنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم حباً حقيقياً لكنت متشوقاً إلى رؤيته. ولذلك ذهب قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه وسمعوا منه القرآن والدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الوفود، يعني كريم عليه الصلاة والسلام وهو رئيس قومه، فكان إذا جاءته وفود يعطيهم شيئاً، يعطيهم مثلاً من تمر المدينة، يعطيهم ثياباً، يعني ما يطلعون إلا وهم معهم شيء هدية. فسألهم من بقي منكم؟ قالوا رجل منا بقي عند رواحلنا، فقال إنه ليس بشركم، خذوا هذه أعطوه إياه، أعطاه هدية له، يعني ما قال ما دام ما جاء لن نعطيه شيئاً، قال ليس بشيء، يعني لن أجعله شراً منكم ما يأخذ شيئاً، بل خذوا. فلما بلغوا وصلوا إليه قالوا خذ هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ليس بشركم، فاستعمل هذه الكلمة هو لادعاء النبوة، ولم يقل في نفسه طيب أنتم سلمتم على النبي صلى الله عليه وسلم أنا بروح أسلم عليه بس أراه بعيني وأرجع إليكم، لا، مهتم رجع لليمامة وهو ما قابل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أي قلب هذا اللي يتحمل تضرب هالمشوار الطويل وترجع ما قابلت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما رجع إلى قومه ابتكر فكرة النبوة، فأرسل للنبي عليه الصلاة والسلام رسالة كتب فيها من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد عبد الله ورسوله، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الله قد ابتعثني نبيا كما ابتعثك نبيا، فإذا بلغك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين، فإن قريشا قوم بهت، ظلمة يعني، ولا المفروض أنك قسمت الأرض من زمان يعني. وصل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام فعجب منه، فصار من حقارة مسيلمة ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم له ورقة جديدة، قال اقلبوا كتابه، اكتبوا في الظهر، نرجع لك كتابك، حتى كتابك ما نريده يجلس عندنا، اكتبوا له من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده
والعاقبة للمتقين. ووصلت الرسالة إلى مسيلمة فكانت بداية يعني الحرب بينه وبين المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وضع في أواخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع الآن أن يعني انتهى الآن من فتح مكة، انتهى من فتح الطائف، الوفود تأتي من كل مكان تدخل في الإسلام، ما فيه الآن فرصة أن يجهز جيشا لغزو اليمامة مع بعد المسافة بين المدينة وبين الرياض اليوم أكثر من 1000 كيلو تقريبا، فما بالك في ذلك الزمن وكم سيحتاجون ويمرون على قبائل كثيرة في الطريق والأعداء يتربصون بهم، فما كان في فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتله. فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصار مسيلمة الآن خلى لك الجو فبيضي واصفري، خلاص الآن هو كان يدعي أنه نبي في نبي ثاني، الحين ما في نبي له، وكان يقول أنا نبي على اليمامة وذاك نبي على الحجاز. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلى الجو لمسيلمة وبدأ يقول للناس حتى اللي في الحجاز ها اتبعوني، ترى نبيكم مات وأنا باقي اتبعوني. فأرسل إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من يقاتله، ووقعت حروب المرتدين، وحصل ما يسمى بحديقة الموت لما مسيلمة الكذاب أغلق على نفسه حديقة لما شاف الدعوة موت وقتل، فأغلق على نفسه حديقة سور عظيم وأقفل على نفسه فيها هو وأصحابه، فبدأ الصحابة يعني يحاولون يدخلوها فلا يستطيعون حتى يسر الله تعالى لهم دخولها وانتصر المسلمون عليهم وقتل مسيلمة. والعجيب أن الذي قتله كما جاء في الأخبار وحشي بن حرب، وحشي هو الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه، وذلك في معركة أحد. كان حمزة في معركة بدر قد قتل بعض أقارب هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، أسلمت رضي الله عنها بعد ذلك، فكانت قد جاءت بوحشي عبد حبشي لها، قالت يا وحشي إن قتلت حمزة فلك كذا وكذا وأنت حر. فذهب وحشي للمعركة لمعركة أحد ما عنده هم إلا في رجل واحد بس، فجعل يتتبع حمزة حتى أقبل إلى حمزة وحمزة مشغول بقتال الناس فطعنه رضي الله تعالى عنه. يقول وحشي فالتفت إلي لما طعنته، وكان قد سقط السلاح من حمزة، فضم وحشي يقول حتى كدت أموت، ثم غلبه جرحه فمات رضي الله تعالى عنه، استشهد سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه. ثم أسلم وحشي بعد ذلك وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الإسلام. سبحان الله، لما جاء وحشي للنبي عليه الصلاة والسلام يبايعه قال من؟ قال أنا وحشي بن حرب. قال قاتل حمزة؟ قال نعم. قال اجلس فحدثني كيف قتلته. طبعا جاء متأخرا يسلم يعني بعد فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حمزة حبا عظيما، عمه وفي سنه تقريبا ما بينهم إلا سنتين، وحمزة نصر الله به الإسلام واستشهد رضي الله عنه وهو شاب يعني في بدايات الإسلام. قال حدثني كيف قتلته. فقال كانت سيدتي قد جعلت لي كذا وكذا وعلى أني أعتق، فجئت وليس لي هم إلا هو، حتى إذا رأيته منشغلا طعنت بها بين ثنيتيه يعني في أسفل بطنه فوق منطقة العانة، طعنته بها فضمني حتى بلغ مني الجهد حتى يعني غلبه جرحه تركني. فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحمل أن يرى وحشي، هو عليه الصلاة والسلام بشر يا أخي عنده مشاعر، فقال غيب وجهك عني، يعني كأنه يقول أرجوك ابتعد، ما دعني في حال ما أريد أني أراك الآن، غيب وجهك عني. يقول وحشي فصرت بعدها إذا حضرت عند النبي صلى الله عليه وسلم لا أجلس أمامه حتى ما يتذكر حمزة، أجلس خلفه.
شوف من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يضيق صدره، يقول أجلس خلفه حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما قابل وجهي وجهه. يقول فلما جاءت حروب الردة مضى وحشي معهم إلى قتال مسيلمة الكذاب. يقول فأهمني أن أقتل مسيلمة. يقول فلما اشتد القتال عليه على مسيلمة وفتحت حديقة الموت وفتحها الصحابة ودخلوا وبدأ القتال، أهمني أني أقتل مسيلمة ككفارة عما وقع يعني من قتلي لحمزة رضي الله عنه. يقول فجعلت أتتبعه وهو يقاتل الناس وهم يكثرون عليه. قال فطعنه بعضهم فأقبلت بحربتي، أريد أني ألحق عليه قبل ما يموت حتى أكون أنا اللي أطعنه. يقول والحربة نفسها اللي قتلت بها حمزة، فأقبلت بحربتي حتى طعنته بعدما طعنه غيره. يقول فإن كنت أنا قتلت مسيلمة فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وقتل مسيلمة الكذاب. قال وإن لم أكن قتلته فكذا وكذا. فالمقصود أن مسيلمة هو أحد الكذابين، وقد أطفأ الله تعالى فتنته في عهد النبي صلى الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشر. وكان مسيلمة بالمناسبة قد تزوج سجاح، سجاح هذه أيضا ادعت النبوة، وحتى إن قومها اتبعوها لكن كأن بعضهم كره، ولذلك قال بعضهم في شعر له يقول أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. يقول كل الناس أنبياءهم ذكور إلا إحنا نبيتنا حرمة يعني أنثى. وقيل لمسيلمة ترى سجاح بتقاتلك لأنها تتنازع الأمر معه، فقال مكنوني إني أقابلها. قال فمكنوه أن قابلها فعرض عليه يتزوجها ويصبح جيشه مع جيشها، هذا قبل أن يأتي المسلمون ويقاتلونه. فلما وافقت هي وقالت إنه قد أوحي إلي أن أتزوجه، تقول لقومها وصدقوها، فقالوا لها قالوا لمسيلمة قالوا فأعطنا مهرا، أن تزوجت نبيتنا أعطنا مهرا. فقال أيرضيكم أن أسقط عنكم صلاتين؟ قالوا نعم. قالوا فأسقط عنهم الفجر والعصر وصارت ثلاث صلوات بدل ما كانت خمس صلوات. والعجيب أنهم يصدقون ويعني ويؤمنون به. فتزوجها مسيلمة حتى قتل مسيلمة وتابت سجاح، قيل تابت وعادت إلى إسلامها. وطليحة الأسدي أيضا كانت دعا النبوة ثم بعد ذلك يعني عاد إلى الإسلام. هؤلاء الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال رأيت أربعة أساور، إشارة إلى أن سجاح وطليحة الأسدي سيعودان إلى الإسلام، لكن اللي بيثبت على ادعائه للنبوة إلى أن يموت هو مسيلمة والأسود العنسي، وكلاهما قتل وهو مدعي للنبوة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر مدعون للنبوة لكنهم يعني ليس لهم ذكر إلا من كان له شأن وأتباع، مثل ما ذكرنا مثلا أحمد غلام القادياني هذا ونحوه، هو من الكذابين الثلاثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما بينه إلى قيام الساعة ثلاثون كلهم يدعون النبوة وهم كذابون. ولما تكلم الشراح الحديث قالوا طيب الذين ادعوا النبوة أكثر من ثلاثين، إذا قرأت كتب التاريخ تجد أعدادا منهم ادعوا النبوة، حتى إنه أتي لرجل إلى هارون الرشيد وكان قد ادعى النبوة، فلما جيء إليه بعد الظهر فأدخل عليه وهم ربط، فقال له هارون أنت نبي؟ قال نعم. قال أوحي إليك؟ قال نعم. قال أرسلت إلى من؟ فقال ما تركتموني أرسل إلى أحد، نبئت في الضحى وقبضتم علي الظهر، ما أعطيتوني فرصة أني أذهب إلى القوم الذين أرسلت إليهم.
فأدرك أنه مخبول وأطلقه، وجيء إليه أيضا برجل آخر ادعى النبوة، فقال: ما الدليل أنك نبي؟ قال: لا نبي بعدي. قال: إيش الدليل؟ قال: لا نبي بعدي. قال: فاسمك؟ ما اسمك؟ قال: اسمي لا. فهو أول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي، لا نبي، نفي، يعني ليس نبيا بعدي. فهو ادعى أن اسمه لا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر بي. شوف، يقول: لا نبي بعدي، يعني سيأتي بعدي واسمه لا. فأدرك أيضا أن في عقله شيء. فهؤلاء لا يعدون من الثلاثين اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يعني ربما في عقولهم شيء أو كذا، لكن الذين يكون لهم أتباع ووجود وقتال مثل مسيلمة الأسود العنسي، مثلا سجاح، طليحة الأسدي، من ذكرناه أحمد ميرزا غلام، أو غيرهم ممن ادعى وصار له شأن، هؤلاء يكونون من الثلاثين الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مسيلمة بالمناسبة كما ذكرت سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكذاب، قالوا اسمه عبهلة، يعني والتفصيل ربما لا يفيدنا كثيرا، لكن وكان له يعني جن يقذفون في قلبه بعض الأشعار وبعض السجعات التي يدعي بها أنه نبي، ولم تكن له أيضا شوكة تذكر إلا أصحاب اتبعوه، لكن الله جل وعلا أطفأه بقتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم له. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند البيت في ظل الكعبة، وجمع قريش أبو جهل وأصحابه جلوس في مجالسهم، ونحرت جزور بناحية مكة، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به، ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فجاء به فنظر، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وأنا أنظر لا أغني شيئا. هذا عبد الله بن مسعود يقول: وأنا أنظر لها الحالة ما أقدر أعمل شيئا، لو كان لي منعة، يا ليتني لو جئت لأدفع عن في ناس يساعدوني، ولو صار في ضرب يعني يقومون معي، ما لي منعة. فجعلوا يضحكون حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، من شدة الضحك بدأوا يميلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية، جويرية تصغير جارية، يعني أنها صغيرة، قيل عمرها 7 سنوات 8 سنوات، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، فطرحت عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع رأسه، فقال: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بالملأ من قريش. فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله الذي نفسي بيده
لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا يوم بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر غير أمية، فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو من أهل مكة أصلا، ومن أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى أقسام، منهم ناس عبيد مملوكين ما كان في أحد ينصرهم ولا يقف معهم، مثل لما تتكلم عن مثلا بلال، خباب، سمية، وعمار بن ياسر وياسر، هم أصلا عبيد مماليك والكل يقتل ويفعل، ما أحد يدفع عنه. ومنهم من يمنعه قومه، مثل مثلا عمر بن الخطاب كان شجاعا، وقومه بنو مخزوم أو بنو كعب يمنعونه أيضا، بنو كعب يمنعونه. ومنهم من يمنعه ماله، مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإن كان له شأن في قريش لكن كون التاجر وله مركزه وليس لهم يد عليه منذ أن نشأ، هذا رجل تاجر وله مركز فيمنعه ماله. ومنهم ناس ليسوا عبيدا مماليك وليس لهم قبائل قوية تمنعهم وليس لهم أموال، مثل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني من خيار الصحابة لكن ليس له منع. والإنسان لا يكلفه الله إلا وسعه، يعني قد يقول البعض: طيب كيف يا أخي، المفروض يأتي ويعني يبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ضرب. أقول: يا أخي، لوط وهو نبي عليه الصلاة والسلام لما بعث الله تعالى إليه الملائكة في صورة شباب حسان، وأقبل قومه الفجرة ليتعرضوا لهؤلاء الشباب الحسان، ما استطاع يدفعهم، يقول لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يا ليت عندي قوة أدفعكم بالقوة، أو آوي إلى ركن شديد، يا ليت أن عندي قبيلة تمنعني. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا بعد لوط إلا في منعة من قومه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يمنعه من بعض الأذى وجود اسم له بين قومه في نسبه وفي حسبه، ووجود عمه ووجود جده، يعني في منعة من قومه، يعني ومثل ما قال قوم شعيب لشهيب: ولولا لشعيب قالوا: ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، لكن نخاف من قومك يساعدونك. فكذلك هنا عبد الله بن مسعود يقول: أنا أتمنى أني أصنع شيئا، أنا ما أرضى باللي يقع على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أقدر، أنا أرى هذا وقلبي يتقطع وأنا ما أقدر أني أصنع شيئا. ولم يتهور عبد الله بن مسعود ويأتي ويقاتلهم، يعلم النتيجة ذلك أني أقتل الآن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكر بعض الشراح أن عبد الله بن مسعود هو الذي انطلق إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بالمناسبة ما ذهب ينادي فاطمة، لكن ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي موجود في بيته بيخبرهم: ترى النبي صلى الله عليه وسلم وقع لك كذا وكذا. يمكن يكون موجود في بيته عليه الصلاة والسلام مثلا عمه مثلا أو جده، أو يعني سيكون يمكن في أحد في البيت من أقاربه. فابن مسعود ما ذهب ينادي فاطمة، لكن الذي جاء صار موجودا في البيت وجاء هو فاطمة رضي الله تعالى عنها. يقول هنا ابن مسعود: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند البيت في ظل الكعبة. إذن هم كانوا في الظهر ما كانوا في الليل، الكعبة لها ظل، أو ربما كانوا في يعني في الأصيل بعد العصر. وجمع قريش أبو جهل وأصحابه جلوس في مجالسهم. من أصحاب؟ أصحابه هم المذكورون في آخر الحديث، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط، المجموعة اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، جلوس في مجالسهم. وكانوا هم في ذلك الزمن الكعبة في منتصف الوادي والبيوت حول الكعبة، وكان عدد السكان أصلاً يعني قليلاً، ترى عدد السكان في ذلك الحين يعني
ما كان شيئا يعني مذكورا، يعني كان العدد قليلا جدا. بل حتى اليوم لما تقرأ في تاريخ الدول تجد الأعداد يعني قليلة قبل سنوات. أنا كنت أقرأ في كتاب ذكريات الشيخ علي الطنطاوي، أقول كان عدد أهل مكة أصلا كان عددا قليلا، وأهل المدينة كذلك، الناس أصلا كان لم تكن بالأعداد اللي موجودة اليوم، بالتالي كانت البيوت قليلة. وأذكر أني قرأت في كتاب الذكريات للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، فكان يتكلم عن وضع مصر ووضع سوريا في عام 55 للميلاد، يعني قبل عشرات السنوات. فكان يقول وعدد سكان، كان يتكلم عن الوحدة التي تمت ذلك الزمن، فكان يقول وعدد سكان مصر كان عددا كبيرا جدا 35 مليون. لاحظ هذا، يعني الآن عدد سكان مصر الله يطرح فيهم البركة ربما يصل إلى 80 أو 90 أو يزيد عن ذلك. فلو أنك قلت إن العدد لم يكن 35 مثلا كما ذكر الطنطاوي، بل زده 15 احتياطا، فهل يكون خلال أقل من 100 سنة تضاعف العدد إلى الضعفين؟ فالناس مع تطور العلم وتطور الأدوية وكذا، جعل الله تعالى لهم أسبابا تطول بها أعمارهم ويحفظ النسل من الوفاة ونحو ذلك. هم كانوا في السابق ربما يولد للرجل 10 أولاد لا يعيش منهم إلا 2 أو 3 مع كثرة الأمراض الجدرية، الحصبة، وكذلك عقرب يصيبه ويلدغه أو حية أو. فكان عدد سكان مكة أصلاً عدداً قليلاً. فلما عبد الله بن مسعود يلتفت سيجد بيت النبي صلى الله عليه وسلم قريباً من المسجد، وكانت بيوتهم قبالة الكعبة. فيقول وجمع قريش وأصحابه جلوس في مجالسهم، الواحد يطلع من بيته ويأتي عند الكعبة ويجلس مع أصحابه، وكان السوق موجوداً ونحو ذلك. ونحرت جزور بناحية مكة، نحرت جزور بناحية مكة. الجزور هي ما بين الناقة المكتملة والناقة الصغيرة، الوسط. والسؤال كيف عرفوا أنها نحرت؟ يعني هل اليوم مثلا لو الواحد ممكن أثناء سواليفنا نقول اليوم مثلا نحر مثلا بعير في غرب الرياض، وأمس نحر مثلا 5 من الغنم في لا، اليوم الناس مع كثرة هذه الأمور ومع سعة الرزق عندهم خلاص أصبح النحر الجزور أو أمرا عاديا. عندهم في السابق لا، ما كان الواحد ينحر الجزور إلا في الأشياء الخطيرة، كان بالنسبة إليهم البعير هو الذي يرتحلون عليه ويسافرون عليه ويجمعون الحطب عليه، ويعني البعير بالنسبة له أغلى شيء، ما ينحره إلا في الأشياء الكبيرة. فكان إذا نحر جزور أو ناقة يسمع الناس بها ويأتون يشترون أو يقبلون هدية أو نحوه. يقول إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ طيب ما أدراكم أنه مثلا مرائي؟ وهل اطلعتم على داخلة قلبه؟ وحاشا عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي أن يكون بهذا الوصف، لكن انظر إلى حكمهم على قلبه عليه الصلاة والسلام. ما اكتفوا أن قالوا شاعر ومجنون وساحر وكذاب، لا، حتى قلبك حتى وأنت تصلي ترى أنت مرائي، لست مخلصا. ولذلك اليوم لما يتهم الإنسان أحيانا في نيته ويتهم أنه مرائي أو أنه أراد كذا أو كذا، هذا تشبه بأمثال هؤلاء. ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ ثم قال أحدهم أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها. كلمة سلاها دلتنا على أن الجزور أنثى. لماذا؟ لأن السلا هو الكيس الذي يكون فيه الولد، يسمى في الناقة سلا، ويسمى في الإنسان في المرأة مشيمة، الكيس الذي يكون فيه الولد. فكلمة سلاها دلت على أن تلك الجزور كانت ناقة، يعني كانت أنثى. قال إلى فرثها ودمها، هي الآن نحرت فطلع دم منها بلا شك، وأخرجوا أشياء لا تؤكل في الغالب، وشقوا بطنها وأخرجوا المعدة والرحم وكذا.
من ضمن ما يكون قد خرج ويرمى السلا، وهو المشيمة أو الكيس الذي يكون فيه الولد لو كانت حاملة. من يقوم فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فانبعث أشقاهم، أشقى القوم عقبة بن أبي معيط. وبالمناسبة سبحان الله، الشراح بحثوا لعقبة عن قصص أخرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا كثيرا، لكن سبحان الله سبق عليه الكتاب هنا. وإلا عقبة له موقف آخر كاد أن يسلم سبحان الله. عقبة هذا أشقى القوم، مرة اجتمعت قريش تتناقش عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا قوم دعوني أنطلق إليه، فانطلق وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا، وقال ما تقوله قريش عادة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني، اسمع مني. ثم قرأ عليه أوائل سورة فصلت، فجلس عقبة ويستمع حتى إنه اتكأ على يديه. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام وضع كفيه على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال ناشدتك الله والرحم، يعني بيأتينا عذاب، لا والله ناشدتك الله والرحم ارحمنا. ثم خرج عقبة إلى أصحابه وقال يا قوم والله لقد سمعت منه قولا ما هو بكلام الشعراء ولا كلام المجانين ولا كلام السحرة، إن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وقال كلاما حسنا عن كلام الله تعالى الذي سمعه، حتى قال له قومه لقد أصابك سحره يا عقبة. لكن سبحان الله انظر، أحيانا يعني الإنسان قد يفعل أشياء غير مقتنع بها، لكن رغبة في إرضاء قومه أو في فجور في نفسه. وإلا أبو جهل موجود، فرعون هذه الأمة ليش ما قام؟ أو أرسلوا واحدا من عبيدهم ومماليكهم، أنت الآن حر ومن سادة قريش وتذهب بنفسك تأتي بأوساخ، على الأقل قل لواحد من مماليكك قم يا فلان وأحضر كذا. لكن سبحان الله إذا من يضرر الله فما له من هاد. قام أشقى القوم عقبة وذهب ضرب مشوارا، وجاء به يتقاطر الدم والأذى بين يديه، وجعل ينتظر. فلما سجد رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. طيب السؤال، ليش ما النبي عليه الصلاة والسلام أبعده مثلا عنه، أو حرك عليه الصلاة والسلام مثلا كتفيه ليسقط ثم تحرك مثلا شيئا يسيرا وابتعد عن مكان الأذى وظل على سجوده مثلا؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وهذا الأذى؟ طبعا هذا سائل، يعني أكيد أنه يتقاطر، هو عليه الصلاة والسلام ساجد وبالتالي سوف يعني يتقاطر يمينا ويسارا. ذكر النووي وبعض الشراح للحديث أيضا في مسلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من شدة خشوعه وإقباله إلى ربه لا يلتفت لما حوله أبد، يعني لو واحد يتكلم ما يدري عنه لأنه قلبه وسمعه وبصره وجوارحه مع رب العالمين. فذكر ابن النووي وجمع قالوا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما درى إيش حطه على ظهره، ما انتبه لأنه مع ربه في السجود يناجيه، هذا قول لبعضهم. وقال بعضهم إن قصدهم إفساد صلاته أصلا، فلو أنه صلى الله عليه وسلم قام وأبعد عنه لفرحوا، قالوا اللي نريده حصل، أردنا نفسد صلاته عليه هذه صلاته فسدت، فلا يريد صلى الله عليه وسلم أن يسرهم بتحقيق ما يرجون. مثل لما يأتي واحد مثلا إلى مثلا شخص حكيم ورزين وحليم ويبدأ يسبه أمام الناس، هو يريد أن يشوه صورته بأن يجعل ذلك الشخص يلتفت ويسبه ويلعنه كما يفعل فتسقط قيمته،
لكن لو أن هذا الشخص الحكيم أعرض عنه ومضى لصارت كالصفعة في وجه هذا الساب، لأنه ما حقق له مراده. فقال بعض الشراح النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليهم ولا قطع صلاته كأنه يقول لهم ما هميتوني، تريدون تخربون صلاتي بهالفعل، صلاتي أعظم من أن يفسدها إلقاؤكم على ظهري شيئا، ما هميتوني، يلا إيش استفدتم؟ أنا ساجد وحطيته علي، إيش استفدتم؟ وعبد الله بن مسعود طبعا يقول هذا الكلام يحدث التابعين، فحتى ما يقول التابعون في أنفسهم يعني الله يهديك يا ابن مسعود، طيب وانت موجود وسكت؟ فقال وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منع، كأنه يقول يا جماعة اعذروني، ترى إذا وقع في قلوبكم أني خائف أو كذا، حنا أحوالنا كانت كذا، مثل ما قال حذيفة ابن اليمان لما جلس مع مجموعة من التابعين، فقال له شاب من التابعين متحمس، قال يا حذيفة كيف كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة والله ما كنا نبخل عليه صلى الله عليه وسلم بشيء، نحبه ما نبخل عليه بشيء. فقالها التابعي شاب متحمس قال أما والله لو أني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم والله لأفعلن وأفعل، بدأ يذكر بطولات كان بيفعلها. فقال لحذيفة أقصر، يعني لا تتحمس كثير، أقصر عما أنت عليه. ثم حدثه بقصة، قال كنا في الخندق وأحدنا يخرج يده فلا يراها من شدة الظلمة وشدة البرد، حتى إنه ليس علي إلا مرط لامرأتي، خذ عباءة امرأتي يتدفأ بها من شدة البرد. يقول فأنا إن وقفت وصلت إلى ركبتي، فأنا جاث على ركبتي ولافها علي من شدة البرد. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا من ينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة، ويكلم أبو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير حذيفة، صحابة أبطال. يقول فوالله ما تحرك أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد واحد يقوم وينزل الخندق ويصعد الخندق مرة ثانية ويدخل بين 10,000 مشرك، من يقوى عليها هذه؟ في شدة برد وشدة فزع اطلع وانزل الخندق، الخندق كان عرضه 4 أمتار وطوله 2.5 كيلو على جهة من جهات المدينة، يريد عليه الصلاة والسلام ينزل ويصعد مرة ثانية بين 10,000 مشرك يدخل بينهم، عمل استخباراتي يعني يشوف ايش الوضع ويرجع يعطيني الخبر. صحابة أبطال لكن برضو بشر وعندهم قلوب وعندهم، يقول فما تحرك أحد فأعادها، فما تحرك أحد فأعاد العرض، فما تحرك أحد حتى قال قم يا حذيفة. قال فقمت، دام الأمر جاءني قمت. فذهب حذيفة رضي الله عنه وقال دخلت في القوم ثم رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر القصة. لكن الذي أعنيه حتى ما يقع في قلوبنا لوم ونقول يعني يا أخي كيف عبد الله بن مسعود يرى هالمنظر، والله لو يضربوني ضرب لآتي وأدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول أقصر واحمد الله تعالى على العافية وأنك لم تبتلى. الصحابة أكثر منا شجاعة والله بطولة وإقدام، وضحوا بأموالهم وأرواحهم ودمائهم، لكن يبقى أن هذا بشر. يقول ابن مسعود وأنا أنظر لا أغني عنه شيئا، لا أغني شيئا لو كان لي منعه، يا ليت معي من قومي أو أصحابي من يقوم معي وندفع. يقول فجعلوا يضحكون بهالإنجاز. الله أكبر، إيش الإنجاز يعني؟ وإيش الإنجاز اللي ضح اللي عملته؟ خدتم سلة جزر وحطيته على واحد ساجد؟ يعني عجزتم أن توقفوا دعوته، عجزتم أن تنفروا الناس عنه، عجزتم أن تقنعوا الناس أنه كذاب، عجزتم أن تقنعوا الناس أن القرآن هذا شعر وسحر، عجزتم أن تصر أن تجعلوا اللي أسلموا يرتدون، عجزتم عن الأشياء اللي تسوى، وحسيتم أنه إنجاز كبير لما حطيته سلة جزور على رقبته. شوف سبحان الله، يعني وهذا هو الحال اليوم. يعني تجد مثلا الدنماركيون لما رسموا النبي عليه الصلاة والسلام برسومات معينة حسوا بإنجاز، إيش الإنجاز اللي عملته؟ أنكم جئتم بواحد ورسم رسمات معينة يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، عجزتم أن تحرفوا
الكتاب الذي أنزله الله عليه، وعجزتم أن تصرفوا الناس عن سنته، وعجزتم أن تغلقوا المساجد، وعجزتم جئتم رسمتوه فرحتم إحنا عملنا إنجازا. هذا مثل حال قريش، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لما جاء الصحابة قالوا يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه شيئا لو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به؟ يعني عندنا وساوس أحيانا تأتي عن الله وما نقدر نتكلم بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إيش معنى هالكلام؟ معناه أن الشيطان حاول يخليكم تكفرون ما استطاع، حاول يخليكم تتركون الصلاة ما استطاع، حاول يخليكم تشربون خمرا تقعون في فاحشة ما استطاع، فصار أعظم ما عنده يوسوس. وسوس يا إبليس، يلا أنت أثرت شيئا في المؤمنين. فهذا حاله، يقول فجعلوا يضحكون حتى مال بعضهم على بعض استهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. طبعا الشراح أيضا تكلموا لماذا لم يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام، وتكلموا عن مسألة فقهية أخرى، وهي لو سقط على المصلي نجاسة وهو يصلي هل يقطع صلاته لهذا أم لا؟ يعني مثلا لو أنك أنت تصلي وأنت ساجد، فأقبل ولدك عمره مثلا سنة أو سنة وشوي، وأنت ساجد جاء وركب على ظهرك ثم شعرت ببلل، فعلمت أن الولد متبول، بوله نجاسة ما دام عمره سنة وسنة ونصف يأكل الطعام نجاسة، طيب هل تقطع صلاتك لطروء النجاسة عليك؟ خلاص النجاسة يعني ليس بينك وبينها حائل، يعني ليس مثل واحد فرضا مثلا راح للمستشفى بيعمل تحليل دم وتحليل بول مثلا، ثم عمل مثلا في دورة المياه مثلا جعلت البول في زجاجة صغيرة وأغلقها وحطها في منديل وحطها في جيبه توضأ ثم كبر يصلي ونسى هذه في جيبه. هنا النجاسة غير مختلطة بالثياب، لم تنجس الثياب، إذا ذكره وهو يصلي يطلعها بس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعن عليه وهو يصلي وقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا وكمل صلاته. لكن الآن النجاسة اللي ما تقدر تخلعها، يعني جاء الولد وقفز على ظهرك وشعرت بالرطوبة فعلمت أنه أصابك بول منه، هنا هل تكمل صلاتك أم لا؟ هذا يأتي الكلام عليه مفصلا. لكن الشراح لما تكلموا عن المسألة الفقهية قالوا إنه إذا طرأت، أو قالوا إن الفرث والدم والسلى الذي ألقي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نجسا أصلا، وذلك أن بول وغائط ما يؤكل لحمه طاهر، بول الناقة وغائطها أيضا لو أصاب ثوبك طاهر، وكذلك الطير الذي يؤكل لحمه وما شابه ذلك. وقالوا وهذا الخارج من بطنها الكرش والمشيمة ونحو ذلك هذا طاهر ليس نجسا، وبالتالي هو أصلا عليه الصلاة والسلام لم يوضع شيء نجس وهو يصلي، لم يوضع على كتفيه صلوات ربي وسلامه عليه هذا الشيء ولم يكن نجسا أصلا، وإنما كان شيئا مستقذرا عند الناس، كان شيئا مستقذرا له رائحة كريهة وله ويوسخ الثياب، لكن لم يكن نجاسة متفقا على نجاستها. أما لو عرضت على المصلي نجاسة كما ذكرت لكم قبل قليل، وأنت ساجد جاء الطفل وقفز على ظهرك، فهنا إن استطاع أن يتخلص من النجاسة مباشرة، أفرض أنك مثلا لابس غترة مثلا وجاء الولد على رأسك فشعرت أن أنه متبول فقمت على طول ونزعت الغترة والطاقية مثلا بحيث أنك خلاص النجاسة أزلتها، هذا أتم صلاتك ما عليك بأس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما خلعن عليه وهو يصلي وأتم صلاته. لكن إذا كان لا يمكن نزعها فهنا اقطع صلاتك، إذا كان لا يمكن نزع النجاسة عنك هنا اقطع صلاتك، لأن من شروط الصلاة التسعة من شروطها الطهارة من الحدث، فهنا أنت لست طاهرا من الحدث، البول ملازم لك. طيب يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، ذكرنا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يفرحهم بقطعه لصلاته،
وقال بعض الشراح أيضا ولأنه صلى الله عليه وسلم لو قطع صلاته ووقف لا انتشر الأذى على بقية ملابسه، فهو يريد صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكان محدود. نكمل الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويجمعنا برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في جنته.